رواني موديلات وايد حلوة، وقال لي عقب كم من يوم بتيله بضاعة جديدة. وسعر شنو؟ يعني حليوة. تعرفين بضاعة جديدة؟ لما بتروحي مرة ثانية قولي لي بروح معك إن شاء الله. على فكرة جوزيف سأل عنك. طبعا لازم يسأل عني، بل أنا مو مقصرة في حاجة تعرفي. ها عيل شبي شو عندكم؟ من تنطرون؟ قوموا لي شوفوا الغداء الساعة 2. اي والله يما نيا. صبروا شوي بننتظر طارق. طارق؟ طارق مو متعود يعني يسمع عنا على السفرة. لا لا بيقعد، هو اللي قال لي بنفسه. هلا هلا حبيبي. هاي يما يلا حياك عم هلا. تأخرت بعد ثريات الشغل بعد وين. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا يما عطلتنا. ايش فيكم تاخرتوا؟ لو متاخرين شويه كانت انا عند البيتزا. عليكم بالعافيه يما، عليكم بالعافيه. شلون عليهم بالعافيه؟ اصلا ابوي جايب البيتزا حقي انا، عاد اللي با؟ انا اللي اتصلت المحل وسويت الاوردر وقلت لابوي يمر يجيبها. صدق يبا؟ صدق. بس انا شريت لك البيتزا اللي انت تحبينها. يس. تعالي دكتور، بجوت عليك. أقول كلمت أخوك بخصوص عيسى. أي كلمته؟ إيش قال لك؟ يبا يبا شوف إنزين. ما تبغى بروح هدي هدي هدي. بس ما تعبتش. أعطيها ما شده. هدي. ما قلت لك كهوة حتى على القدر اللي ما كان يداني يقعد معانا قام وياه. شفت امك شو مستانسة؟ مو بعرف ايش تسوي فيه. لو ما تستحي كان خذتها وقعدت في حضنها. هند طارق يتغدى وقت ما يحب هني. لا تنسين ان هذه بيت ابوه، يعني حاله من حالنا ما يصير طرده. عزيز انت فاهم قصدي زين، انا مو قصدي على الاكل، انت تعرف قصدي بس ما تبي تواجه الحقيقه. حقيقة؟ أي حقيقة اللي تحكين عنها هذه؟ فهميني؟ الحقيقة إنهم بياخذون كل شيء من يدك وبيعطونه طارق. خلي ياخذون اللي يبون. ياخذون كل شيء؟ يعني مو مهتم؟ لا مو مهتم. وإذا أبوي يشوف إن طارق أجدر مني على الإدارة خلي مو مشكلة؟ وأنت ما تفكر في نفسك؟ وين بتشتغل؟ وين بتروح؟ انت موظف تحت سلطة طارق يلعب فيك مثل ما يبي؟ انت الظاهر حكيك هذي ما بيخلص من رخصتك. خلود صاير ما فيني شيء، بس لازم اروح البيت. تذكرت ان عندي واجب لازم احله. ما يصير خلود، انت لازم في شيء. خلود خلود
ها ليه ما قررت تشغل البنك وتشتغل مع الوالد في التجارة؟ أنا للحين أفكر في كلامك يا أبو فارس بس متردد. لا تتردد، التجارة فيها خير وخصوصا حق الشباب اللي مثلك متحمس. بس الحقيقة المؤسسة عليها شوية ديون وهذا اللي محيرني. إذا أنا أقدر على شيء أنا حاضر ومن عيوني. أهو من جهة تقدر؟ أكيد تقدر، يعني لو تكلم مجلس إدارة البنك إنه يأجل الأقساط شوي تنحل نص المشكلة. بسيطة، إذا كان على مجلس الإدارة الأمر سهل، أعتبر الموضوع منتهي. أوكي أوكي. تسمح تقولي ليش تلاحقني؟ وين ما اروح الاقيك وراي؟ ايش تبي مني؟ ليش تلاحقني؟ قولي السلام عليكم اول. ليش تلاحقني؟ ايش تبي مني؟ الاحظش حتى احميك، حتى احافظ عليك واصونك. تصوني؟ تصوني من شنو؟ اصونك عن الزلل. انت ما تستحي على وجهك تقول هالكلام؟ ليش استحي؟ انت غرتك الدنيا مثلهم، تركضين ورا المتع والملذات، مطاعم وسينمات وحفلات وخلوات لحللها الله ولا رسوله. بعد هذه ما يعطيك الحق انك تلاحق الناس وتراقب تصرفاتهم. الحق اعطاني الشرع واعطاني الدين، من راى منكم منكرا الى اخر الحديث الشريف، والقران الكريم امرنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخص الاقربون لقوله عز وجل والأقربون أولى بالمعروف. الأقربون أولى بالمعروف في فعل الخير مو بالشر. تعالي، أنا للحين ما كملت كلامي. ما أبي أسمع شيء. بتسمعين، بتسمعين غصبا عنك، لأنك بتصيرين زوجتي. أنت تصير زوجي؟ قلت لك ما بيقول لك لا. بس أنا متضايق يا فايز، مو مرتاح. شنو؟ ما ادري، احس ان فهد من فارس ما صدق اني انا اطلب منه يتوسط. وافق على طول؟ اللي رافض احسن؟ لا طبعا مو احسن، بس اللي تعلمته من هالدنيا انه ماكو شيء بلاش، ماكو شيء بلاش. والظن ان واحد مثل بن فارس يحتاج لك؟ ليش لا؟ خلود شفيك يما؟ مو فيني شيء. عبير قومي معي بالدواسة ماي حق اختك. ان شاء الله. خلود يما شفي وجهك من صفك كذي؟ مو فيني شيء. بسم الله عليك، اعوذ بالله من الابليس. شربي مشربي، اعوذ بالابليس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين شوي بس يا بس. بسم الله عليك، بسم الله عليك. شو
سعود خالتي؟ نعم. شتبين؟ وي أنا دلال خت هند. إيه عن شتبين؟ أبي هند. شوفي أختك شتبي وقولي له الزيارة لهواد. شاي بتشيني؟ شنو شاي بني يا تشوفك؟ وش لما قلتي لي انك بتين؟ وي لازم موعد. اي هني لازم موعد. مثل الدختر ما يحبون الزياره من غير موعد. بعدين انت مو بعوادك تزوريني، ايش سالفتك؟ طارقيني؟ عرفت السبب. طارق ما حد مو بهني. باح باح برد قلبك الحين. يلا حبيبتي توكلي، لا تصحيني مع السحر. يلا وتش لا تخافي منها. هي لازم اخاف يا دلال. يلا ولي سلمس لا تبلشيني معاها. زين 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 قولي لي تعرف رقم تليفونها؟ لا ما اعرف. يلا يلا يا دلال روحي يلا. صدق والله ايش فايده انت. ما في يدي حيله. ما ادري ما ادري ايش اسوي يا خالد. انا ما ابغى اقول حق اخوي عن كل فعايل عيسى فينا عشان ما ابغى خاطر عليه. الله يجزيك كل الخير يا عمتي. وبعد يا خالد انا ما ابغى اقول حق اخوي ان خلود ما تبغى تتزوج عيسى. اهم شروط الزواج هو القبول. انزين يا خالد انت ليش ما تكلم عيسى وتفهمه انه هو يصرف نظر عن خلود وبنات الحلال وايد؟ ليش ما تبيني؟ هتقول ليش ما تبيني؟ ايش فيني انا؟ فيني عيب؟ عمي؟ متكسح؟ ما تقول ليش ما تبيني؟ ولا ايش منه تبون واحد غني مثلكم وانا فقير؟ ما تقول ليش ما تبيني؟ الله يهداك الله يهداك يا حسين. اول عرفش فيني وعرف كل شيء. ليش اخبار الخالص المينون اللي حيله حقت؟ وصال حرام عليك، لا تقولين عنه مينون، ترى مرة عليك. عقب اللي سواه فيه كله بعد دافعين عنه؟ اي سوى تخلي مسكين ترى. انتي ما تدرين عن مشاعره ومعاناته. زي يمكن صدق يحبني. ايش رايك تتزوجينه ما دام دافعين عنه؟ بل لا 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 اتزوجه انسى الموضوع. انا بس اقدر مشاعره. صدقيني وصل عيسى وايد مسكين، مرت ظروف وايد صعبة. لو تعرفينها أنا متأكدة أنك بتعذرينه. أبوك متضايق يا ولدي، الدعايات ترسى عليه السوق، كلهم دروا أنه مديون، بعضهم شمتان فيه وبعضهم يبي يهبش حلال بدقة رزق. كل هذا من عزوز، خلي عزوز الحين ينفع. بس ابوك معزم يبي يبيع الثلاث بيوت اللي في سار والارضين اللي في عالي. حتى لو باعهم يمه ما يسددون حتى نص ديونه. ايه بس فهمه اللي يبيعهم حرام يا يمه، يبيعهم بدقة رزق وتالي يندم. فهمه انا فهمه، شو فهم في يمه؟ انا كل اللي علي سويته، مو معقوله بعد اقط نفسي اكثر من كذي. اي ما عليه، بس هذه حلالكم، ما يصير يضيع من يدكم وانتم قاعدين تشوفون. والله عاد انا رتبت اموري كلها، خلي ابوي يسلم لي الاداره ويشوف. هناك المختلسون ومن يقومون بسرقه المال العام، وهناك النساء اللواتي تركنا بيوتهن ليس لحاجتهن للعمل ولكن لرغبتهن في مخالطة الرجال والتشبه بالنساء الغربيات في ملابسهن وسلوكهن، من زينة وتقاليع وسياقة السيارات والتسكع في الأسواق والمجمعات والحديث في التلفونات. ايش اخبار اخوك الحين؟ يومين ما طلع من حجرته، لا اكل ولا شرب. ان شاء الله يابا بنادي. الله يهداه ان شاء الله ويصلحه.
الغدا يا عيسى. تغدى وانا صايم. صار لك 3 ايام ما كليت شيء. لو تذبح روحك؟ لا، بس لازم اعرف ليش ما تديني. لازم احصل جواب. حول ولا قوه الا بالله العلي. ودعونا نبدا بالمختلسين والمنتفعين من مناصبهم في استغلال المال العام. إنهم داء مستشر يتكاثرون تكاثر البعوض. تفضل اقري حق اخوك الخبر اللي مكتوب في الجريده، ان شاء الله يبين في عينه. بس الله الله يا عادل، دش ساكت وتطلع ساكت بالاخبار الزينه ما نقراها لها في الجرايد. هي اخبار؟ لا، هذه يبغى لها عزيمه. تعشينا اليوم وتسهرنا سهره حلوه. حاضر اوديك، حتى لو ما عرفت الاخبار الزينه اللي عندك. عطني. الناس كلهم دروا بهالاخبار، واحنا اللي عايشين معاك اخر من يعلم. انت اللي سربت الخبر حق الجراد يا طارق. اي نعم. ليش؟ في شيء غلط؟ البنك ما ساعدني بشيء. ساعدك؟ شلون ما ساعدك وانا اشترينا من عندك لوحاتك؟ شلون؟ البنك شرى لوحات معروضة في المعرض، ممكن يشتريها اي واحد. زين الواحد هذا وين فيه؟ حبيبي احنا اشترينا اللوحات من عندك، انا بأفهم شو اللي مزعلك انت؟ الزيف يا استاذ، كلامك يدخل في خانة الزيف اليومي اللي نشوفه قدامنا. ناس تتعب وتنتج بصمت وحياة، وناس طفيليين عايشين على تعب غيرهم، ما همهم غير التصريحات والصور. شفتي؟ هذه ذاتي اللي انا بساعده، مرة ثانية ما تقول لي تعال ساعد اخوي، في ناس ما تستاهل. لا تاخذ عليه، عادل حساس. تفضل. هذه المواضيع اللي كلمتك عنها، وكلها عن امور تدور وتحصل كل يوم. ان شاء الله بنشرهم لك في الصفحة. متى؟ خلها تطلع عليهم، وان شاء الله بنشرهم في اقرب فرصة. احنا لازم ما نسكت على اللي نشوفه، لازم نقرع الجرس ونتم نقرعه لين يصحى النيام. ان شاء الله ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل حياك. تفضل. بتطلع؟ لا يبى طلع عادية ما لها معنى. أمرني بخير. في موضوع مهم أبي أكلمك فيه. مهم؟ خير؟
ما تطفين ليه تخلينا نرقد يا بنت الناس. انت بس كل هاي همك تبي ترقد؟ شوفي اي شيء ابوي يسويه ما حد يقدر يعترض عليه، لا انا ولا غيري. وللي امك تسويه مو ابوك. امي او ابوي كله واحد. يوم ابوي خلاني مدير عام ما حد من اخواني اعترض، والحين تبي نعترض على شيء للحين ما صار؟ بيصير بيصير وكلش جريب. حتى لو يصير بعد ما نبي نعترض. انزين عزيز كلم اخوك عاده. هند واللي يرحم والديك بكيني، عادل ما يكره شيء في الدنيا كثر كره التجارة. اكلم عادل. زين حاج امك، اي امك تقدر تاثر على ابوك؟ امي انت الظاهر عقلك صار في شيء. نعم راقد قاعد ايش تبي؟ ايش فيك يا عيسى؟ ما تقعد معانا وكلك قاعد بروحك. ما يهمكم، لو يهمكم كان ساعدتوني. انت غلطان يا عيسى، انت غلطان في اللي قاعد تسويه في روحك. ليش تطالعني من فوق؟ هي احسن مني في شنو؟ خير يا طير عندهم فلوس. قول الحمد لله وبإذن الله نصيبك بتحصله. لا لا هي ما تبي واحد مثلي، تبي دكتور ولا مهندس ولا بعد ما يدري، يمكن تحب لها واحد حلو وغني من ربيعها اللي في الجامعة. حرام حرام تتهم البنية، ولا أقول لك شيلها من بالك كلش، انساها. ما شيلها خلودو، ما شيلها خلودو بنت عمتي وانا حقبها من الغريب. بس هذا ما له علاقه بالزواج. لا وانا وراها لوين تروح؟ وبعد تا 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 تعالي بقى. انت ليش ما تبينا نزوجها؟ انا ايه انت ما تبينا نزوجها؟ انت دائما واقف ضدي، تعرفك تبيها حق نفسك. ان بعض الظن اثم، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يسامحك. تفضل عمتي، عجبتني خذيت لي واحدة ولك واحدة. شو المكلفة على روحك؟ لا ما في كلافة، انتي تستاهلين اكثر. تفضلي تفضل عمتي. مشكورة هند، يما اذا ما تبينها انا باخذها. وانتي بس ما تخلين لي شيء؟ ما كنا غرفتك متروسه من الخنايا؟ عمتي اذا عجبتك باش اجيب لك غيرها. لا 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 تجيبين ولا تكلفين على روحك. يما انت ليش تعاملينها كذي؟ البنيه تبي تقرب منك. ما دانيها، ما احبها، ما ببالحتها. يما علشان ولدك مهما كان هي زوجته. وي قصت عليه وفرت عقله. تبي تفر عقلي؟ لا يا عيوني، وبعدين لا هي من ثوبنا ولا احنا من ثوبها. الله يهداك يما، وانتي ما تنسين؟ ما انسى اللي ويعني ما انسى. يا ولدي يا عزيز، انت اشتغلت معاي سنين طويلة وبذلت معاي كل جهد، بس انت تعرفي عادي اعمالنا. انا فاهم فاهم يا يبا، وارجوك لا تجهد نفسك. انا تحت امرك ومستعد اشتغل في اي مكان تامرني به. الله يبارك فيك يا ولدي، بس انت الدوام حسب العادة، والمسؤولية من اليوم ورايح بتكون حق اخوك طارق. والله يقدرني إن شاء الله أشوف على يدي الصراحة. حاضر يا يبا حاضر، من رخصتك. ما
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الو هند، والحين وين راح؟ انزين طلع وين راح عاد؟ انزين زين زين، بس بس بس، اوكي اوكي، خلص خلص خلص. والله ألف خير، كل ما أجيت إلا بخير وسلم عليك كثير. الله يخليك. بس ها يا خالد، عطوا بالكم على أخوي، هلا هلا فيه، من ماتت أمكم المرحومة وما ما تخلى عنكم ولا هدكم. خالد، عيسى ليش ما طلع مثلك؟ أنت طيب وهو يخرع. فجر، خليها خليها تسأل، خليها تسأل حتى تفهم. الله سبحانه وتعالى خلقنا على صور مختلفة، كل واحد له طبعه وتكوينه. عيسى طيب بس عصبي شوي. الله يهدي يا يما، الله يهدي. عيسى مر في ظروف صعبة خلته يصير عصبي شوي، بس هو طيب وبإذن الله الله بيهديه إن شاء الله. انبسط معها يا شيخ خالد. يا عيسى الزم حدودك يا عيسى، عيب. انا الزم حدودي، انا الزم حدودي يا العمي، انا الزم حدودي.